لن ننصر الأقصى، لن ننصر الأقصى. والأقصى والأقصى يا عزيزي ليس في حاجة لنصرة أمثالك، أقولها لك على الهواء، لن تنصر الأقصى. والله الأقصى لا يحتاج لأمثال هذا الهوان وهذا السقوط وهذا 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 الجبن. الأقصى يناديكم، يعني هل ستخرجون لنصرته أم صعبة شوية؟ والله الذي لا إله إلا هو، لو نادتنا الجامعة العربية لا نخرج، لكن ينادينا مجموعة حماس وقطر على أساس يحرفون موضوع قضية الإرهاب مع قطر ويقولون أن في الإلعاب، كيف يا أخوي هذا الكلام يا صالح؟ هذه طال عمرك. والله يا خالد يا خالد يا عزيزي يا خالد يا خالد سأعطيك فرصة لتكمل، صدقني سأعطيك فرصة لتكمل، ولكن أقول لك كلمة وأنت انظر لنفسك في المرآة وأنت ساجد أمام البيت الحرام أو غيره، سترى نفسك بشكل واضح. دعك يا رجل، الأقصى لا يمثل لا حماس ولا قطر ولا غيرها، الأقصى لكم ولكل هذه الأمة التي تتابعكم. فعل الخير لا يعنيك أنت من دعا ومن لم يدعو، الأقصى الآن يناديكم لنصرته، لأن الأقصى الآن يضع المحتل الإسرائيلي الحبل على رقبته. أنا أشبه هذا المشهد كما أراه الآن، فإما أن تنصروه وإما أن تكونوا مع الخوالف، وانتم اختاروا يا أهل الجزيرة يا أهل الحجاز يا أهل السعودية، أنت ما رأيك؟ تفضل، دعك من حماس وقطر، بالله عليك، والله هذه الاسطوانة يا أخي صارت مملة للغاية. الأقصى حبيبي لكم جميعا، تفضل. لن ننصر الأقصى، لن ننصر الأقصى. والأقصى والأقصى يا عزيزي ليس في حاجة لنصرة أمثالك، أقولها لك على الهواء، لن تنصر الأقصى. والله الأقصى لا يحتاج لأمثال هذا الهوان وهذا السقوط وهذا 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 الجبن الذي عشعش في عقول ونفوس البعض. لن ننصر الأقصى. بصحتين وعافية حبيبي، روح نام.